وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. أيها المشاهدون الكرام، شكرا على حسن المتابعة لهذه الحلقات كلها، وفي ختامها هذا محمد الهاشمي يحييكم. كلهم يا شيخ و كان في يشكرك. بقيت قبل كنت أهم بأن ألقي السلام عليكم في نهايته، ولكن الشيخ عثمان الخميس أشار لي بطلب وطلب لزميله الشيخ منير الغضبان كلمة، فأعطيك إياها. نتقدم بجزيل الشكر إلى الأخ الدكتور محمد الهاشمي على أن أتاح هذه الفرصة إلى أن يتعرف المسلمون في أنحاء الأرض على أعظم شخصياتهم فيها، وأعتبر إن شاء الله هذه فرصة، نرجو أن تكون هذه القضية في صحيفة حسناته وأن ينتفع المسلمون بها في أنحاء الأرض. الكلمة الصغيرة التي أقولها: لم يذكر الصحابة الصحبة في القرآن الكريم لإنسان في الأرض إلا لأبي بكر الصديق بالنص، لا يذكر نص لأي إنسان إلا بأبي بكر الصديق، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ولم تذكر لأي إنسان آخر تثبت الصحبة في كتاب الله إلا للصديق. بارك الله فيك. الملتقى بكم كلمة لي وكلمة لك. تفضل. طيب، أنت طلبت للشيخ وهو طلب لك، تفضل. أنا أقول في نهاية هذه الحلقات شكرا جزيلا للدكتور محمد الحامدي الهاشمي حفظ الله تبارك وتعالى، وشكرا جزيلا للأخ محمد اليوسفي، وشكرا جزيلا للأخ يوسف والأخ عادل وكل من ساهم في إنجاح هذه الحلقات، والجميع المتصلين والمشاهدين والمستمعين، شكرا لكم جميعا. وأسأل الله تبارك وتعالى يجعل هذا في موازين حسناتكم وفي موازين حسنات المتكلمين. وأخيرا نقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فجزاك الله تبارك وتعالى خير الجزاء دكتور. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، ملتقي بكم قريبا إن شاء الله في موعد نعلنها، لنستأنف هذه الحلقات في عرض تاريخ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. سوف نركز في المرة المقبلة على رجل من أعلام قريش غضب من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وأراد بنفسه أن يحسم أمرها وأن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي طريقه إلى هذه المهمة قيل له أن أخته وزوجها ممن دخل في دين محمد، وجاءهما فضرب صهره وهدد أخته، ثم انقلب الأمر في هذه الجلسة العاصفة إلى أن أعز الله بالإسلام شخصية عظيمة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الإنسانية، ذلك هو عمر بن الخطاب، وهو موضوع الحلقات المقبلة في سلسلة هذه البرامج عن تاريخ الصحابة. فحتى نلتقي على سيرته وعلى قصة حياته، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع أنني سلمت فقد نسيت، وإن كنت قلت هذا متوزعا في الحلقات، ولكن نحن في ختام الحلقات نسيت أن أشكر بدوري الذين شاركوا معنا من مصر: الشيخ جمال قطب، والبروفيسور الأستاذ مهدي رزق الله، صديق المحطة الأستاذ عايض الدوسري في المملكة العربية السعودية، كلهم تحدثوا عن الصديق وقدموا إضاءات مفيدة وجميلة، ورابط معنا طيلة هذه الأيام التسعة ولا العشر، مش عارف كم حسابها الآن، هنا في لندن، كل من الشيخ عثمان الخميس الكاتب الكويتي المتخصص
في دراسات السيرة النبوية وتاريخ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما رابط معه أحدهما في شرق لندن والآخر جلس أو كان في غرب لندن، الشيخ منير الغضبان، الدكتور منير الغضبان من علماء سوريا، الشيخ عثمان الخميس من علماء الكويت، والشيخ منير من طلبة العلم في الكويت. إلى هذا إذا هذه الكلمة تراها أوفق، الشيخ منير الغضبان من علماء سوريا ودعاتها ومن المتخصصين الأكاديميين في دراسة السيرة النبوية، أحرز جائزتها جائزة الأمير جائزة سلطان بروناي في الحقيقة في العام 2000 ميلادية عن دراساته في السيرة النبوية، وألف العديد من الكتب. وتذكرون أو لعلكم أو لعلها لم تبث هذه الحادثة أنه جاءني بكتبه التي ألفها ووعدني بأن أهداها لي، ثم قال استعيرها منك لبقية لهذه الحلقات على أن يتركها لي في نهايتها، ولكنه اليوم وقد وعدني بأن يأتي بها، قال بعد أن جهزها في محفظة خاصة بها نسيها في الغرفة، لكن نحن إن شاء الله نحصلها في الغرفة أو في غيرها هذه الكتب بإذن الله تعالى. الله يهديكم إن شاء الله. الآن مرة أخرى أشكركم أنتم جميعا حيثما كنتم في البلاد العربية وفي العالم على متابعتي هذه الحلقات. تصبحون على خير، والسلام عليكم